بالشكل الصحيح كويس جدا، نهتم قوي باكلنا، ناكل خضار كتير فاكهه كتير عشان جسمنا يبقى مليان فيتامينات وحديد. وترجعوا لي بعد شويه صغيرين سنه جديده وانتوا اجمل واقوى واحلى. معاكم سلوى طه وكيله المرحله و منى فتحي معلمه الاطفال مستوى اول. يلا بينا نبتدي الدرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي اطفال كي جي 1، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله، ودايما اسمع عنكم كل خير ان شاء الله، واشوفكم في سنه جديده احسن من السنه دي وتكون ما فيهاش اي فيروسات او اي امراض ان شاء الله. النهارده معايا مراجعه جديده من مراجعه الرياضيات على مفهوم اكبر واصغر من. مفهوم اكبر واصغر من هنراجع عليه كده بانشطه جميله نفتكر مع بعض ونفتكر الاعداد الكبيره والاعداد الصغيره، وازاي نفرق بين العدد الكبير وازاي نفرق بين العدد الكبير والعدد الصغير. ان شاء الله النهارده هنراجع على مفهوم اكبر واصغر، وتعالوا مع بعض نشوف الانشطه بتاعتنا بتقول ايه. اول نشاط معايا بيقول ضع دائره حول الاصغر. معايا مجموعه من الصور، في صور كتيره وصور صغيره، تعالوا كده مع بعض نشوف العدد الصغير هيبقى فيه. طيب معايا هنا، تعالوا نعد مع بعض، واحد اتنين تلاتة، دول كام؟ تلاتة، طلعوا تلاتة. طيب الصورة اللي جنبها تعالوا نعدها، واحد، طلعت ايه؟ واحد. طب يا ترى اهني اصغر، التلاتة ولا الواحد؟ التلاتة ولا الواحد؟ عشان نضع عليها دائرة، ايه؟ الواحد هي الصغيرة. تعالوا نشوف المجموعة التانية ونعد الصور بتاعتها، واحد اتنين تلاتة اربعة، طلعوا كام بطة دول؟ اربعة، اربع بطات. طيب الصورة اللي جنبها تعالوا نعدها كده، كام فأر؟ واحد اتنين، طلعوا اتنين. طب يا ترى مين الصغير، الاربعة ولا الاتنين؟ ها فين شايفين كده في الصور انهي عدد اقل؟ الاثنين طبعا، صح؟ يبقى الاثنين هنضع عليها ايه؟ دائرة. طيب يبقى احنا كده عرفنا ان الواحد اصغر من التلاتة والاثنين اصغر من الاربعة. طيب تعالوا يا اولاد كده بقى مع بعض نشوف النشاط اللي بعد بيقول ايه. بيقول ضع دائرة حول الاكبر. النشاط ده بقى عايز العدد الكبير مش الصغير. طيب معايا هنا تلاتة ومعايا اتنين، يا ترى من الاكبر، التلاتة ولا الاثنين؟ طيب نفتكر مع بعض كده، التلاتة ولا الاتنين الكبيرة؟ ها لا يا ميس، التلاتة. يبقى احنا هنضع دائرة حول رقم تلاتة عشان هي اكبر من الاتنين. طيب المسألة اللي بعدها خمسة وستة، خمسة وستة. طيب مين الكبير، خمسة ولا الستة؟ ها يلا نفتكر مع بعض سلم الاعداد الجميل. الستة يا ميس كانت فين؟ الستة كانت فوق، يبقى الستة كانت الأكبر، يبقى نضع دائرة حول ايه؟ الستة. طيب هنا عندي أربعة وتلاتة، أربعة وتلاتة، يا ترى مين الكبير، الأربعة ولا التلاتة؟ أربعة، نضع دائرة حول الأربعة.
عندي 2 و5. 2 و5. طيب اني الاكبر؟ ها الخمسة. يبقى احنا كده في المسائل دي عرفنا ان التلاتة اكبر من الاتنين، الستة اكبر من الخمسة، الاربعة اكبر من التلاتة، الاتنين اكبر من الخمسة. شطاش كي جي ون. وتعالوا نشوف معايا النشاط اللي بعده بيقول ايه. بيقول لي ضع دائرة حول الاكبر. برضو هنا هنشوف فين العدد الكبير. طيب تعالوا نعد كده الصور مع بعض. 1 2 3. دول لو كام؟ 3. طيب الصورة اللي جنبها نعدها، 1 1. طب يا ترى مين الكبير، 3 ولا الواحد؟ 1 ده حاجة صغيرة، 1 بس. طب يلا كده نحط دائرة حول الأكبر. يبقى احنا حطينا حول العدد ايه؟ الأكبر. طيب نشوف مع بعض الصور اللي بعدها، تعالى نعدها. 1 2 3 4. طلعوا كام؟ 4. طيب الصورة اللي جنبها، 1 2. طلعوا كام؟ 2. طب يا ترى مين الكبير، الأربعة ولا الاتنين؟ 4 ولا 2؟ لا يا مس، الأربعة طبعا الكبيرة. طيب تعالوا كده نضع دائرة حول العدد الكبير، الصورة الأكبر الأربعة. يبقى احنا معايا هنا بالنشاط ده ان التلاتة اكبر من 1، والاربعة اكبر من ايه؟ الاتنين. تعالوا بقى نشوف النشاط ده. بيقول لي ضع دائرة حول امام الاصغر. ضع دائرة حول امام الاصغر. طيب معايا هنا صورة واحدة، الصورة اللي جنبها 1 2 3. يبقى احنا هنضع علامة صح على انهي صورة، 3 ولا 1؟ ها تعالوا نشوف كده. لا، هنضع صح على الصورة الواحدة عشان هي الأصغر. هي ايه؟ الأصغر. الصورة اللي بعدها 1 2، والصورة اللي جنبها 1 2 3. مين الأصغر، الاتنين ولا التلاتة؟ ها نضع علامة صح عند الاتنين عشان هي الأصغر. طيب عندي هنا ايه؟ 1 2. وعندي كام تفاحة؟ 1 2 3. طيب نحط علامة صح فين؟ عند الاتنين عشان الاتنين أصغر من التلاتة. يبقى احنا هنا يقولك كده، هنا كانت ايه؟ صورة واحدة، وهنا 3. وهنا كانوا كام؟ 2. وهنا كانوا كام؟ 3. وهنا كانوا كام برضو؟ 2. وهنا كانوا كام؟ 3. يبقى احنا هنا عرفنا ان الواحد اصغر من التلاتة، والاتنين اصغر من التلاتة، والاتنين برضو اصغر من التلاتة. اتفقنا؟ طب تعالوا هنا بقى نشوف النشاط ده بيقول ايه. بيقول لي ضع دائرة حول الاكبر. ضع دائرة حول الاكبر. عندي هنا 5 و4. تعالوا كده يا ولاد معايا، فاكرين السلم بتاع الاعداد؟ تعالوا كده نحاول نقسمه مع بعض. واحد، 2 3، 4 5 6 7. بصوا بقى معايا، هنا عندي 5 و4. بصوا الخمسة فين وبصوا الأربعة فين.
مين الأكبر؟ الخمسة. يبقى نضع دائرة حول ايه؟ الخمسة هي الكبيرة، ماشي؟ تلاتة واتنين، بص التلاتة فين والاتنين فين؟ تلاتة فوق، يبقى التلاتة هي ايه؟ الكبيرة. عندي سبعة وتمانية، سبعة وتمانية، تمانية فوق اهي، ودي السبعة اهي، يبقى احنا نضع دائرة حول ايه؟ حول التمانية. تسعة وستة، تسعة وستة، برضو التسعة كبيرة، نضع دائرة حول ايه؟ تسعة. الخمسة والعشرة، الخمسة والعشرة، نضع دائرة حول ايه؟ العشرة. ماشي يا ولاد؟ طيب احنا هنا عرفنا ان الخمسة اكبر من الاربعة، والتلاتة اكبر من الاتنين، والتمانية اكبر من السبعة، والتسعة اكبر من الستة، والعشرة اكبر من ايه؟ الخمسة. طب يلا مع بعض كده نشوف النشاط اللي بعده بيقول لنا ايه. بيقول لي ضع علامة اكبر من واصغر من. العلامة اكبر من بتبقى ايه؟ عاملة بق سمكة عند العدد الكبير، والعلامة اصغر من قافلة بق السمكة على العدد الصغير. طيب تعالوا كده مع بعض نشوف. خمسة وتسعة، خمسة وتسعة، يا ترى فين الكبير؟ ها وفين الصغير؟ خمسة صغيرة والتسعة كبيرة، صح؟ يبقى احنا نضع علامة ايه؟ أكبر أصغر من عند ايه؟ الخمسة. يبقى الخمسة أصغر من التسعة. العشرة وأربعة، عشرة وأربعة، فين الكبير يا ولاد؟ هنضع أنهي علامة؟ هنضع ايه؟ علامة أكبر من، عشان العشرة أكبر من الأربعة. عندي تلاتة وتمانية، تلاتة وتمانية، طب التلاتة مالها؟ التلاتة يا ميس أصغر من التمانية. طيب عندي ستة واتنين، ستة واتنين، طيب مين الأكبر هنا يا ولاد؟ نضع أنهي علامة؟ علامة ايه؟ أكبر من، عشان الستة أكبر من الاتنين. هنا واحد وأربعة، الواحد ماله؟ الواحد أصغر من الأربعة. خمسة وتلاتة، خمسة وتلاتة، خمسة هنا مالها؟ خمسة أكبر من التلاتة. هنا سبعة وستة، سبعة وستة، السبعة مالها؟ سبعة أكبر من ستة. يبقى احنا كده يا ولاد عرفنا ان الخمسة اصغر من التسعة، والتسعة اكبر من الخمسة، العشرة اكبر من الاربعة، والاربعة اصغر من العشرة، التلاتة اصغر من تمانية، والتمانية اصغر، والتمانية اكبر من تلاتة، الستة اكبر من اتنين، واتنين اصغر من ستة، واحد اصغر من اربعة، واربعة اكبر من واحد، الخمسة أكبر من تلاتة، والتلاتة أصغر من خمسة، السبعة أكبر من ستة، والستة أصغر من ايه؟ سبعة. كده هتكون حلينا النشاط ده بعلامة أكبر وأصغر. تعالوا مع بعض نشوف النشاط ده بيقول ايه. اختر الرقم المناسب. معايا مجموعة من الصور، تعالوا نعدها ونشوف. واحد اتنين تلاتة أربعة، دول طلعوا كام صورة؟ أربعة. طلعوا كام صورة؟ أربعة. عندي أربعة وتلاتة، يبقى هختار أنهي رقم؟ هختار أربعة عشان هما أربع عربيات. طيب الصور اللي بعدها تعالوا نعدها سوا. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، دول كام صورة؟ ستة، وعندي ستة وأربعة، نضع ايه؟ نضع دائرة حول الستة. آخر صورة مع بعض حصان، تعالوا نعدهم الحصنة.
واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. طيب دول كم حصان؟ تمانية، وعندي تمانية وعندي تسعة، يبقى احط دائرة حول ايه؟ التمانية. يبقى اول صورة معايا كانوا اربعة، تانية ستة، التالتة تمانية. ماشي. والنهاردة رجعنا على مفهوم الأكبر والأصغر من، وتعلمنا ازاي نضع علامة أكبر وأصغر، وازاي نفرق بين العدد الكبير والعدد الصغير، ونضع دائرة حول الأصغر ونضع دائرة حول الأكبر. يا رب تكونوا استفدتوا معايا بالدرسنا النهاردة مفهوم أكبر وأصغر، وأشوفكم على خير. إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله. يا رب تكونوا استفدتوا من درسنا النهارده. استنى ادعيكم وتعليقاتكم على صفحتنا، صفحه حسام الدين الخاص، واحنا جاهزين للرد على اي استفسارات او تعليقات. منتظرينكم على صفحه مدرسه حسام الدين. الى اللقاء.